الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز تركيب الأظافر بالمناسبات أو غيرها وطلائها بالمناكير لكي تقول حتى إذا دخل وقت الصلاة تقوم بنزعها بسهولة ثم تصلي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم، ومسألة تركيب الأظافر هذه لا تخلو من حالتين: إما أن يراد بها تلك الأظافر الطويلة التي نراها على بعض النساء في بعض المناسبات ولا حول ولا قوة إلا بالله، والتي تتخذها المرأة حتى تظهر أمام نساء بنات جنسها أن أظافرها طويلة طولا فاحشا، فمثل هذه الأظافر لا يجوز للمرأة تركيبها ولا التزين بها لا عند زوجها ولا عند غيره، لأنها زينة مخالفة للمقصود الشارع والمتقرر عند العلماء أن كل زينة خالفت مقصود الشارع فلا يجوز للمسلم أن يتزين بها، ومقصود الشارع في الأظافر قصها وتقليمها لا إطالتها، ولأن الله كرم بني آدم فأمرهم بتقليم أظفارهم حتى لا يشابه الوحوش والحيوانات الكاسرة إذا طالت أظافرهم فتكون مثل المخالب أو مثل سباع البهائم، فمن باب تكريم الإنسان أن لا يطيل أظافره، ولأن تلك الأظافر إذا طالت فإنه يجتمع تحتها من الأوساخ ما يوجب مضرة صحة تضرر صحة الإنسان أو عدم صحة طهارته بسبب عدم وصول الماء إلى ما تحت هذه الأوساخ. وبناء على ذلك فإذا كانت الأظافر المسؤول عنها هي تلك الأظافر الطويلة فلا يجوز التزين بها لمخالفتها لمقصود الشارع، وأما إذا كانت تلك الأظافر مستوية مع أظافر الإنسان المرأة عادة ولكن لثقل مسح تلك المناكير عن أظافر الأصلية فإنها تضع على أظافرها الأصلية أظافر مطابقة لها ليست بطويلة، وتجعل طلاء المناكير على تلك الأظافر التركيبة أو المستعارة، فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله، ولا يدخل في ذلك في شيء من الأدلة التي تحرمه، وإنما الأدلة منعت تلك الأظافر الطويلة لمخالفتها لمقصود الشرع، ولعل هذه الأظافر التي تكون مستوية في الطول مع أظافرها الأصلية بدون شيء زائد لعل ذلك يكون أخف على المرأة في إزالة هذه الأظافر فتزول تلك الأصباغ المسمات بالمناكير زوالا كاملا، لأن من النساء من يثقل عليها إزالته ومن النساء من تنسى وتتوضأ وتصلي ثم تضطر إلى مسحه وإعادة الوضوء والصلاة، فحتى لا يقع النساء في شيء من ذلك فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، لا سيما وأنه ليس هناك دليل نعلمه يحرم ذلك، وإنما الذي نغلظ فيه ونشدد الأظافر الطويلة، والله أعلم.